معانا مسج من رانيا 13/7، عايزة تعرف كل حاجة حظها، وهي متزوجة وعندها ولد وبنت. اوكي، 13/7 هي اخر 10 ايام في السرطان. برج السرطان برج عملي جدا جدا، او بيشغل دماغه زياده عن اللزوم. بقول لها ان انت الفتره دي عندك حلوه، بس بلاش الشك اللي انت فيه زياده عن اللزوم، لان عمليا ونفسيا وكل حاجه الدنيا ابتدت تهدى عند برج السرطان كتير من اخر شهر 8، والدنيا عندهم ابتدت تتحرك نوعا ما عن ناس كتيره جدا عمليا ونفسيا وكل حاجه. وبقول لها بلاش تشكي، لان ست السرطان شكاكه وبتهول المواضيع. بقول لها ما تكبريش المواضيع، لان هي الحاجات الصغيره بتتمسك بيها وتهولها وتبقى مقفوره فيها وتتعصب عليها، وتيجي في الحاجات الكبيره تلاقيها واقفه ساكته ما بتتكلمش وطيبه يعني كويسه. فبقول لها يعني بلاش تقفشي على حاجات هبله، لان الدنيا عندك حلوه، او يعني دايما الواحد يبص للجزء الحلو، لان في ناس كتيره قوي طالع عينها. فانتي احمدي ربنا وبصي للجزء الحلو وركزي في شغلك، لان برج السرطان الفتره ديت عمليه الدنيا عنده حلوه جدا جدا جدا. فبقول لبنات السرطان، الولاد لا، لان الولاد لسه حظهم ما معليش زي البنت. فبقول للبنت السرطان ركزي في شغلك، لان انت عندك علا جامد جدا في الشغل عمليا يعني. حلو قوي.